السلام عليكم يا جماعه، ان شاء الله تكونوا بألف خير. اليوم رجعنا لكم بمقلب جديد على عمر. عمر بغرفتنا عم بيلبس البيجامه، كنا لابسين غير اغراض، والنهارده رح نصور على اساس تحدي رياضي. طبعا انا بدي اخذ الدوري بالمقلب اللي عملوه فيني، بعدين رح يساعدني شوي، معلش بدي استفزه، بدي اخليه يبكي ويعصب. يلا هلا رح نلبس الجامه، رح نسوي مقدمه وكاني في الجهودي سوي ميل وخبر اي شيء. يلا خلينا. لا السلام عليكم، كيفكم؟ شلونكم؟ احبكم. اليوم رح اسالكم تسجيل شو؟ اليوم يا جماعه رح اسالكم في تسجيل فيديو عباره عن تحدي. هاي لا تهدى عمر، ركز شوي. لا عبد الله ليش انت رجع لكم فيديو؟ انت ما انسى. لا بالعكس انا بقوله. يلا هلا انت بتقول. يلا واحد اثنين السلام عليكم، كيفكم؟ شلونكم؟ احبكم. يوم رح اسالكم تسجيل ايش بدك كمل؟ انا بدي اقول لكم كملوا واحد اخر فهموا ليش ما بدك انت بدها فيه وانت تشرحه ليه؟ يلا واحد قلت فيها تعرف فيني وقلها مش خلينا نصور عمرك كرمال طبعا. طيب يلا كمل اللعب. يلا واحد يلا واحد اثنين السلام عليكم، كيفكم؟ شلونكم؟ احبكم. يلا بجد عجيب ييييي علينا ليش عم تقولها بسرعه؟ اول مره نتعلم عندي يعني ما انا بدي اياك تفضل فينا السابق ورجينا. يلا هدي 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 ما راح نسمع جلط طق راسك بالحرب مش هتخفيس هدي بدو اربعه خمسه والله خمسه عيدو عيدو والله خمسه عيدو خمسه اربعه عيدو اربعه عيدو خمسه يلا مالخا ليش عملت اربعه ونزلت عيدو يلا زيح انا بعمل بتوجعك بتعمل زيح يلا واحد ايش بك خسر يا الله طلعهم واحد انا عملت خمسه عيدهم لا اربع جاي عيدهم طب انا في وحده عملت تنتين ما وسع هذا هذا ركز لي شوي ركز شوي يلا ما بدي اقص ساعتين على المونتاج كرمال الهبل ايش بك انت هالطعام انت هالطعام انت بتقدر تحصل كمان محصول طبعا ايش ما شو بيعمل بس ما بتقدر تخش روح شو ما عملت ايش بتعمل اربعه تعال يلا اطلع بده يطلع يلا اطلع اطلع روح واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه عبد الله خسرانه عبد الله عمل خمسه احسن منا بعته هيك خلي يعمل خمسه واحد اثنين ثلاثة اثنين اربعة ما طنقة عيدهم عيد عيد نحن انا فيني اكلهم بعضهم بدي عيدهم عبد الله عملهم كرت التيشرت تنزل بالرابعة زيح اوجهك شو لا عملوا بايد واحد خمسة ماما بتجيش يا خسران خسران عمرك اوعى تحدي بعد لا خسران لا لا يلا ترى زين عشرة شو في فوخ صرت عامل فوخ خمسه عامل فوخ عشرة اسكت اسكت انت خسرت التحدي يلا عم نلعب زين عشرة لا زيح عبد الله زيح عم نقول لك عبد الله اخذ بعي عبد الله تعال مشطح يلا 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 واحد بيت هيك روح يلا يلا ابو عبيد يلا الله معه ثلاثة ايه ده هيك كثير اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة ورجينا انا لازم ايه ماهي يا اسمع تركز شوي هيك عم تضيق ما تعمل على العريس خلاص ايش بها خلص معك شو عملهم عملهم شو ما بدك شو تصور عبدو مين بس عيد 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 معلش معلش عيدون يلا يلا هدي شوي قوم جيب لي مي قوم جيب لي مي استنى ايش بك صرت تبكي؟
هو تحدي، معلش اذا خسرت تحدي من بين التحديات. يلا ركز شوي. عيب نطلع خلصنا. ما ضرب يلا تبكي. هو حسيت انه هو هو الزلمه اللي بدك خلصنا يلا. اذا تحديات رياضيه مع عبد الحسين. خمسة سنين يلا نزل. خمسة سنين ما قدرت. مش بعرف يلا واحد. يلا خلص. أربعة. خمسة. أربعة. سبعة. ستة. تسعة. تسعة. يلا بدي اعمل انا كمان. شوف شو بيعمل. اصلي يا انتو بتبيعوا البحث اللي بتبيعوا انتفاض على يخدر مني. ايش بقى عبد الله خشبني شو صاروا وا وحدي عملت يلا استنى بعده باي باي حاج ما بدي امشي يعمل ما بيعرف يصور انا ما هدي 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 وبنفس الوقت يطلع ربط جنبك عبد الله واجى ابوك وقلب كل شيء علي وفكك يوم بهدلتوني بهدلي. انتوا بس كثير ما بدي اعملكم والله الدموع نزلت فدل ما قلب بدي اعملكم فيني يلا امي اللي فيني نرجع نصور بعدين اضطر اصور كمان انا سويت تحدي الرياضي لك بتنوم اتركوني هلا يجي روحي هون يا جماعه يلا هيك يا جماعه بكون وصلنا لنهايه المقلب بكيتوا مثل ما شفتوا اكلت الدوري اكلت الدوري هيك منتظر اكيد معنا بس انا هذاك وقت الفيديو يلا خلص هيك بنكون وصلنا لنهايه المقلب اذا عجبكم المقلب حطوا لايك واشتركوا بالقناه وفعلوا الجرس هذا الفيديو 100 لايك اعملوا مقلب لعبد الله والسلام عليكم.